خير، صباح نور. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباسكم، صحتكم بخير، احوالكم مرحبا بكم. اليوم راه عندنا شويه البرد، شوفوا المطر، شوفوا سبحان الله. من نهار جيت دلوك عندي ربع سنين جامي صبت المطر كيما هكذا، كيف تصب مره واحده في الشتاء وتجي تنقض، ماشي كيما المطر تاعنا ولا تنقض هكا قطره 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 برك. شوفوا الله يبارك، من البارح البارح واليوم الله يبارك، جيت قاوية قاوية. وجامي قعدت يومين لا صح في القاهرة والإسكندرية هذوك يقعدوا، أما هنا هذوك كيما تاع الصعيد هنا كيما أسيوط وهذاك ما تصبش فيهم. البارح واليوم الله يبارك راهي دايرة حالة، إن شاء الله يا ربي يرجع لها غيث نافع، إن شاء الله يا ربي. ولا فرحنا بها راح نفطر أنا ماما فترة كبيل، كلات غير الفرماج، ماما تحب الفرماج، عجبها الفرماج تاع هنايا. وأنا درت كاس حليب وجبت هذو، هذو والله غير جابهم لي محمود البارح. ماما ما عندها حاجه فيه، لا انا نموت عليه كون تعطيني نفطر بيه، نحبه بزاف. المهم راح نفطر دوكا ومن بعد ان شاء الله نخمل هكا شويه الدار، وعندي ثاني يوم حوايج راح نديرهم. المهم بعد شارككم معاكم بعد شارككم معاكم ان شاء الله نفوتوا النهار كيف كيف. ماما ثاني عن قريب راهي مروحه، راني حاطه شوفوا قدامي هذيك الدفايه هذيك باش نتفاو شويه، ولا غير كي حطيتها هنا في الصاله حطتها لي ماما هنا، قالت لي حطيها هنا يدفي لك. لقيتها صح تعطيني شويه، داك ماشي سخانه سخانه بصح تدفي شويه. ثاني فوت هذا الشتاء اصلا، هنا الشتاء عندهم راه جا غير في ديسمبر بدا هذا شويه البرد، ويكمل جانفي. دوك جانفي يجي صح شويه البرد هكا، ومن بعد للفيفري هكا ينقص شويه، ما يبقاش كيما كان البرد تاعهم، يعني ماشي كيما تاع الجزائر حنا يبدا من الخريف. فهمتوا؟ هذا راح شوي برك يعني نستحملوا هذا الشهر ان شاء الله وخلاص. المهم دوكا نفطر ومن بعد ان شاء الله نكملوا اليوم تاعنا. الو، مساء الخير، ايه الاخبار؟ عامل ايه يا رب تكونوا بخير. مرحبا بك يا محمود، اهلا بك، ازيك؟ الحمد لله، دينا في المطر والجو. شوفوا نوريكم هنا، هذاكم اول مره تصرى المطر هكذا، والله سبحان الله. محمود يعني انا عندي ربع سنين بصح محمود قال لي اول مره تصرى. محمود اول مره، والله العظيم ربع سنين عندي وهي تبخ هكذا بالقطره برك، وتجي خمس دقائق، خمس دقائق ما تكملهاش. هذه المره سبحان الله الله يبارك راهي قاويه. شوفوا الدنيا، الحوان تقفلوا، هما اصلا كيما نقولوا مازالوا ماشي موالفين على ذيك المطر، فالحوان تقفلوا، الارض راهي مليانه، راح تجي فيضانات. مش لدرجه الفيضانات والله، ما كنتش تشوفوا في ماما، على باليكم مستغربين. لا في ناس لا مش متعودين، يعني احنا هي مش المايه، يعني افتكرت لما كنت في الجزائر انا طبعا كانت المايه تبقى الثلج. ايه الثلج محمود، كان الثلج عندنا سورتو صيف ثم سما، المهم كان الثلج والاجواء. انا والله غير فرحت كي شفت المطر وخرجت، قلت لكم طبعا مستغربين ماما ماشي معايا، خرجت بلا بها لان رحت نشري لها هديه تاع عيد ميلادها، رحت باش نوجد لها للمفاجأة لأنها قريب إن شاء الله راهي مروحة، حبيت نفرحها. الحمد لله درت عيد ميلاد تاعها عندي، كنت فرحة كيفاش. خليتها هي في الدار، أصلا عندنا عندهم اليوم هذوك يلبسوا الخاتم وقيلة الواحد. هيا قالت لي صباح جوزتي، قالت لي رانا نروحوا، قلت لها أوكي مالا روحي أنت وماما وأنا راني نكمل حوايجي برك ونلحقكم. لقيتها سبة لانه كنا نقول ماما وراني رايحه، ولا تقول نقول هاني خارجه، ولا تقول لي وراكي رايحه وهكذا. فحبيت اني قلت ديها معايا وقلت لها ماما عندي حوايج برا، روحوا نتوما بعد انني نلحقكم. قلت لها محمود راح يشري حوايج، قالت لي اوكي روحي وانا نروح معها. دوك انا راح نشري لها الهدايا ونشري لها، نوجد نبدا نوجد باش ندير لها المفاجاه ان شاء الله يا ربي برك تخلص هذا المطر، لانه حابه نديرها لها برا. وعلى بالي هنا النوادي قفلوا كي تكون المطر سما يقفلوا، ان شاء الله برك غدوة يكون الجو مليح ونوجدو لها. يا اخي محمود، محمود كاين البردة؟ لا الجو متلج شوية لأمي. كاين البرد شوية؟ لا متلج الجو، كيف النهار عارفين والله بتكتك من البرد. بس هي مش زي يعني صيف والجزائر والكلام هناك، طبعا أشد من كده بكتير. بس احنا بقالنا فترة طبعا عشان الجو جال قعد فترة كبيرة كده زي ما تقولوا كده حر والكلام ده، فوالفنا فوالفنا، اول ما جه البرد الواحد برد يعني. دوكا المهم نروحوا نشرب الحوايج ان شاء الله ونصور لكم تشوفوا معايا.
بكره معاك يا عزه ده خدمه فضت على خده ما اقول صح. طيب باش تعالى استاذن وقول له تعالى خد الخدمه قول له مكرم حبيبي شكرا يا بول. سامعوني؟ كم؟ سامعوني؟ قول له هذه البنت ولا مش عجبتك؟ انا عجباني هنا البنات باغي نوريكم مش شريت. المهم اني قفلت الباب قلت لماما على جال الحس تاع الاولاد راح نصور مقطع. المهم نوريكم مش شريت هذا بالنسبه للتجهيزات. المهم اذا كان المطر راح نديرو في واحد نادي ولا، واذا ما كانش انا والله ما على بالي دوكا كيتبدل الجو اللي تخلطت علينا. حنا كنا حابين نديرو في سفينه تما الفوق وما على باليش يعني يديرو في سفينه يديرو في نادي عادي وخلاص. دوك نشوفو على حسب الاجواء ولا حسب البرد ولا حسب فهمت كيفاش، لانه الا رحنا للسفينه وكان الجو البرد هذاك امي وابويا ما يبغوش يجيو، يعني يقول لك البرد وفهمت هما اصلا ما عمرهمش تاع دوك الاجواء، يقول لك حنا ما نشتري دوك الاجواء خلاص. فممكن نديرو في النادي والنادي يقدروا هما يبغيو يجيو، اما السفينه ما نظنش انهم راح يجيو خلاص. المهم اول حاجه شريت هادو نحط فيهم الكيس. بالنسبه للاتار ثاني انا كومونديت عليها ان شاء الله غدوه راح نجيبها. شريت هذا باش نحط فيه الكادو اللي شريته لها نوريكم شريت. هذا حرف الار، شريت له حرف الار باش ننفخ هكذا على احلام. وشريت ثاني هذو بلالين شريتهم فيها بلا كولير، لقيت غير بلا كولير وكولير ماشي مليحه. مقدرتش نصور لكم ثما، قالك ممنوع، قالك المدير قالك ممنوع على جال كيدير عروض وما على باليش يسمع ممنوع تصوري. قلت لهم انا محسوبه حنحطو في النشره والعربي سهل عليكم. المهم جبت هذا وقلت له خليكم اخر مره قلت له جي شري من عندكم نوريكم دايرين عروض وما تخليوش هذا شيتو ليا بعد زعما كي عاد دايرين عروض قال لك ما تصوريش. هيا قلت لهم راحوا. انا جبت هذو فراشات باش ياكلوا بيهم، وهذا جبت رقم 43، انا ماما عندها 43 سنه. ربي يطول في عمرها ان شاء الله، ربي يطولكم في عمر امهاتكم يا ربي ان شاء الله. هذه ما عرفتش شنو دايرين تاع الشماس. المهم جبت لها رقم 43 راح تقفل ان شاء الله تولي 43 سنه. انا دوكا في جويليه نولي 23 سنه، هي ماما تولي 43 سنه. شوف هذا هما بالنسبه للهديه. شنو طاحت بالنسبه للهديه البنات شريت لها بالنسبه للبنات للهديه هي والله ما يحسها خلاص ما بغيتش انا نحسسها هكا. المهم شريت حاجه ان شاء الله في الفيديو تشوفها مش باغي نوريها لكم دوكا راح حرق المفاجاه، اما ان شاء الله في الفيديو راح تشوفوها باش يعني يعجبها ولا لا. هو اصلا قال لي عندك الوقت 14 يوم تقدر تجي تبدلي ديز الفاتوره ونقدر نبدل. المهم اذا يعني ما عجبتهاش ولا بغيت تبدلها عادي نديو الفاتوره ونروحو نبدلوها. هذه هي، وان شاء الله نشارك معاكم واش درنا في العيد ميلاد كيفاش فاجاتها. نروح انا الاولى ممكن ومن بعد ان شاء الله نقول محمود مثلا اذا ما فهمتش كيفاش ندير خلاص. ما فهمتش كيفاش ندير. المهم نقول محمود هاتها ولا لازم نخترع حاجه باش نقدر
مش نقدر ما نحسساش بغيها كنديرها على سيربريز قبل ما تروح. يبيكم ان شاء الله بامهاتكم كامل، يا ربي ربي يرحم كامل الاموات. الام مهما كان مهما كان والله ما تعوض، وواحد ما يجي في بلاصتها. يعني حنانة الام وحدها وحدها. انا الحمد لله يا ربي ريحت في هذا الشهر، في هذه الايام اللي جات فيها ماما الحمد لله نفسيتي تحسنت وريحت هكا الحمد لله يا ربي. يعني دوكا بعد ما تروح لازم لي القوه، لازم نرجع للنشاط، لازم نشوف حياتي، لازمني ثاني نفكر في المشاريع اللي راح نديرها، لازمني نكمل اوراق لانه عندي اوراق ثاني لازمني نكملها باش نقدر نسافر. عندي حوايج بزاف لازمني نديرهم، وان شاء الله يا ربي اذا كتب ربي ان شاء الله يعني كل شيء بالمكتوب راح نسافر للجزائر ان شاء الله، ممكن قبل رمضان ممكن في نص رمضان. يعني يشوف ربي واش راه داير لنا، يعني احنا ما نعلموش ربي اللي يعلم. هذه هي البنات، وشكرا لكم بزاف على الدعم تاعكم، شكرا لكم على التشجيعات، شكرا لكم على لي كومونت اللي تخليوها لنا. ربي يحفظكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في رواحكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو عيد ميلاد. تهلاو في رواحكم، بالسلامه.